اختتم مركز مساواة الحقوقي ورشاته الصيفية بمشاركة أكثر من أربعين مشاركا من كافة المناطق في البلاد ويهدف مركز مساواة على صقل الهوية الوطنية للطلاب وغرس قيم التعايش والتسامح فيهم للأسف اليوم المؤسسات الحكومية مثل المدارس وأيضا المؤسسات الأكاديمية ما بتشتغل على الاطفال والشباب على توعيتهم من من ناحيه ثقافيه، فاليوم الشباب تبعد ثقافيا واجتماعيا وسياسيا عن هاي الساحات، فمهم جدا يشتركوا بهاي الورشات حتى يعرفوا شو بدور بالبلاد اللي حواليهم، يعرفوا شو بدورهم سياسيا ويتعرفوا على الاساليب والطرق حتى يبنوا مشاريعهم. عندنا اليوم ورشات الشبابيه من عمر 14 لعمر 18 بتحتوي على ورشات، كانت تحتوي على ورشات علم نفس وورشات تصوير وايضا أذهب للكنيسة وكمان السفاره الكنديه وجولات في القدس ويافا وتعرف ايضا على المجموعات الشبابيه في القدس وايضا في يافا عطله الصيف هي الفرصه المثلى للاستثمار بالجيل الناشئ فساعات الفراغ لدى الطلاب ان لم تستغل بالشكل الصحيح قد يلجا البعض منهم الى تبني سلوك سلبي خاصه في ظل غياب المؤسسات الرسميه الحاضنه للاطفال وابناء الشبيبه في البلدات العربيه طوال العطلة الصيفية. استفدت كثير شغلات بالذات عن وطني وهذا المخيم خلانا ننكشف عن كثير شغلات اللي احنا كشباب لازم ننكشف عليها عشان نكون واعيين ونقدر نناقش المواضيع اللي كثير مهمة بين كل الفئات العمرية. كثير مخيمات رحتهم بس ولا مرة شفت مخيم اللي بدعم وبعطي وبعطي معلومات ونصائح وبقوي شخصية زي ما هون شفت اخذت شغلات عن القضايا الوطنية اللي هي بشوفهاش ولا بأي محل قديش جربت ورشات واشتركت بحكوش عن هاي الشغلات تقريبا أو بتعمقوش بالإشي زي ما تعمقوا هون بالنسبة للورشات أنا بشوفها عن جد ورشات كتير مهمة بحياة كل شاب وصبية بهذا العمر لأنه ورشات اللي بتوعيك أكتر على كتير تفاصيل مجتمعنا اللي إحنا مش كتير واعيين عليها بتوعيك على شغلات اللي لازم كل شاب وصبية يعرف هاي المعلومات لأنه إحنا مش كتير مسلطين الضوء على هذا الشغلات بمجتمعنا وبوطننا كمان في الوقت الذي تشتهد فيه المؤسسات الإسرائيلية على أسرلة الهوية السياسية والفكرية للأجيال الناشئة تنطلق الاحزاب العربيه ومؤسسات المجتمع المدني لمبادرات صيفيه هادفه وبينها المخيمات الصيفيه التي تعمل على تنميه الهويه الوطنيه وصقل الوعي السياسي وتجذير انتمائهم للغه والهويه الوطنيه